رحب بكل متابعي ومشاهدي موقع يلا كوره في كل مكان. جنازه لاعب النادي الاهلي زياد ايهاب حارس مرمى نادي الاهلي 2003، ومعانا الحاج سعداوي خال اللاعب. البقاء لله يا حاج. اهلا وسهلا، الله يخليك الله يخليك. زياد طبعا كان معروف باخلاقه العاليه وان هو من اللعيبه المحترمين جدا، واللي دايما اخلاقه كانت عاليه في الملعب وبره الملعب، والناس كلها كانت بتحبه. كلمنا عن زياد. والله هو كان من اطيب، يعني اطيب شاب شفناه، وما كانش ليه في مشاكل خالص، وكان ملتزم في النادي بتاع الاهلي، وفي النادي بيحبوه، يعني لدرجة ان هو كان في مواليد 2004، ولما مواليد 2004 لغوها اختبروه وخدوه من ضمن 2003، فهو ملتزم وحارس كويس وقدر ربنا بقى. اكيد طبعا سمعت عن الاشاعات كتير عن طريقة الوفاة وكده، ترد ازاي على الاشاعات دي؟ والله هو كل واحد بيتكلم ما هو ما يعرفش حاجة، اللي بيتكلم ما بيعرفش، إنما الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. هو كان لسه صاحي من النوم عامة يعني، وكان طالع ان هو رايح النادي هيجيب غيار من البلكونة، اختل وزنه سقط من البلكونة. الحمد لله الحمد لله. زياد كان لعيب موهوب جدا، وكان واحد من افضل الحراس الموجودين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بالتاكيد كان ليه طموح كبير. تعرف حاجه عن طموحه او كان نفسه يكون فين؟ كان عايز يطلع طبعا يبقى زيه زي اي حد، كان عايز يبقى لعيب كوره زيه زي اي حد، الحمد لله ربنا ما اردش. الحمد لله الحمد لله. ان زياد كان معروف باخلاقه العاليه وان هو ولد موهوب ولعيب كويس جدا، وكان واحد من افضل لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كان طموحه ايه واخلاقه؟ يحكي لنا عنه شويه. اخلاقه كانت عاليه جدا، كان انسان محترم، كان طموحه ان يبقى حاجه زي الشناوي. انسان يعني، حتى كان يتكسف يقف مع اي حد، حتى كان مختلط، ما كانش ليه اختلاط باي حد خالص. انسان الله يرحمه، انسان كان فوق للوصف يعني، حتى ده شهاده المدربين بتاعه امبارح، يعني كان بيقول لك ده كان ملاك في الارض، ما كانش انسان عادي يعني. اكيد طبعا سمعت عن اشاعات كتير عن طريقه وفاه اللاعب، توضح ده او ترد عليها تقول ايه؟ لا لا، هي اشاعات ولا اكتر ولا اقل، راجل بس كان بيجيب حاجه من البلكونه وقع من فوق، لا اكتر ولا اقل، اختل وزنه فوقع يعني، لا اكتر ولا اقل، بس هي الاشاعات كترت اليومين دولت على كل عايز يعمل لكات اكتر، او عايز يعمل مشاركه اكتر، او عايز يعمل اي حاجه اكتر.